أهلاً وسهلاً فيكم مرة ثانية بمؤتمر سوريون حول العالم. أنا اسمي عدي توزان، مؤسس شريك ومدير تنفيذي للرابطة السورية الدولية لتنمية التعليم، اللي اختصاراً نستخدم الرابطة السورية. أيضاً حالياً عم أعمل دراسة الدكتوراه بجامعة كامبريدج، وتركيزي بالدكتوراه على دور السوريين بالمهجر لتنمية التعليم بسوريا وبدول الجوار. حاصل على منحة شيبنينغ لدراسة الماجستير ومنحة مؤسسة سعيد للتنمية لدراسة الدكتوراه ببريطانيا. حابب أضيف بس على الفيديو اللي شفتوه إنه الرابطة السورية هي جسم تطوعي بالكامل بيقدم مشاريع إرشادية وكورسات أونلاين واستشارات للطلاب من دون أي تمويل. أيضا الرابطة هي جسم تنموي ما له أي انتماء سياسي أو ديني، وبتدعم الطلاب الأكثر حاجة بسوريا ودول الجوار من دون أي اعتبارات. اليوم ما بيغفل على حدا مننا أنه نحن كسوريين وضعنا صعب، سواء السوريين الموجودين داخل سوريا أو بدول الجوار أو بالمهجر، جميعنا عم نواجه تحديات كبيرة. وهي التحديات قد تكون تحديات اقتصادية، قد تكون مشاكل الاغتراب، أزمة الهوية، إحساس الذنب أو إحساس بالحزن على الشيء اللي صار بسوريا. وهذا أمر طبيعي، أي مجتمع بيواجه أو بيعيش الشيء اللي عشناه بالعشر سنين الماضيات بيعاني من مشاكل مماثلة. لكن السؤال الأهم هو كيف بدنا نواجه هاي التحديات يلي عم تواجهنا كأفراد سوريين حول العالم؟ هل بدنا ننطوي على حالنا ونواجه تحدياتنا كل مين لحاله؟ أو بدنا نواجه تحدياتنا كجالية سورية، كسيريان كوميونيتي، ونحاول نطلع كلنا من هالواقع الصعب من دون ما نترك حدا ورانا، بالذات الفئات المهمشة، الريفوجيز المهجرين داخليا وذوي الاحتياجات الخاصة. هذا المؤتمر، وأعتقد جميع المشاركين فيه بيأمنوا بأنه الحل أنه نقرب من بعض وما نبعد عن بعض، هو خطوة أولى ليقربنا من بعض كجالية سورية، ندعم بعض وندعم الطلاب السوريين بسوريا وبدول الجوار ليدخلوا على التعليم ويكملوا تعليمهم ويدخلوا على سوق العمل. هذا المؤتمر مانو كامل أبدا، وعندنا كثير ثغرات بقلب المؤتمر، ومعتمدين عليكم تسلطوا الضوء على هاي الثغرات من خلال تعبئة نموذج التقييم اللي حنشارككم اياه بنهاية هالسيشن أو بنهاية اليوم. 2500 شخص سجلوا ليحضروا المؤتمر من 55 بلد حول العالم، وهذا الأمر تم بالشراكة مع عدة منظمات يلي صار لها سنين عم تشتغل لدعم الطلاب السوريين. بداية تشيفنينغ يلي ما كنا قدرنا ننظم هالمؤتمر من دونه، واللي دعمت 550 طالب سوري وقادة مستقبليين يدرسوا ببريطانيا من أول ما بلشوا بالثمانينات، ومولت تكاليف هالمؤتمر من خلال صندوق دعم خريجين تشيفنينغ. أيضا مؤسسة سعيد للتنمية يلي صار لهم 40 سنة عم يدعموا الطلاب السوريين ليكملوا تعليمهم بالمملكة المتحدة، ودعموا 110,000 طفل ولاجئ سوري بفرص تعليمية، ومنظمة جسور يلي دعموا 670 طالب سوري يدرسوا جامعة وبكالوريا حول العالم، ودرسوا 8,000 طالب سوري بمدارسهم بلبنان. إضافة ضمن هالمؤتمر انضمنا منظمات دعمتنا وشاركت، مثل تجمع الشباب السوري يلي قدموا 250 ألف كورس أو ما يقارب مليون ساعة تعليمية للطلاب السوريين عبر منصات الإلكترونية. عنا أيضا تمكين الشباب السوري Syrian Youth Empowerment يلي دعموا ومكنوا 300 طالب سوري ليدرسوا بأفضل جامعات العالم، وأيضا Spark يلي دعمت 10,000 طالب سوري بالمنطقة لدخول الجامعات والحصول على فرص مهنية. مشروع بديلية يلي عم يندار من قبل جامعة كينجز يلي أكثر من 10,000 طالب درسوا من خلال واحد من مسارات المشروع، سواء أونلاين أو ضمن مراكز دراسية مدارة من قبل جامعات بالأردن ولبنان. وأخيرا نيوفرسيتي يلي دربوا 45,000 شخص سوري لامتلاك المهارات الرقمية، وحاليا عم يجهزوا ليدربوا 1,000 شخص على مهارات العمل عن بعد. سوياً هاي المنظمات ساهمت بتحسين مئات آلاف السوريين يلي أنا والعديد من الموجودين اليوم معنا هن جزء منهم. أيضاً بس حابب نوه إنه هذا المؤتمر هو
نتيجة جهد تقريباً 30 متطوع ومتطوعة اللي أوداي من قلب الرابطة. أوداي لو سمحت ممكن تعمل شير سكرين؟ أكيد هلأ رح بلش أعمل شير سكرين. شكراً سامي. هذا المؤتمر هو نتيجة جهد 30 متطوع ومتطوعة من تقريباً 15 بلد يلي اشتغلوا سوية لأنهم يدعموا هذا الكونفرنس، بالإضافة لزملاء وزميلات اسمهم مو موجودين هون مثل جودي توزان يلي اشتغلت على البلانينج للكونفرنس، وأميلي ماكدونال من جامعة أوكسفورد، وكيت بروكي من جامعة كامبريدج. هلأ سامي إذا فيني أطلب منك تخلي زميلنا محمود من تشيفنينج تعطيه يكون سبيكر. محمود حيداخل لمدة دقيقتين أو ثلاثة. فيك بعد إذنك سامي؟ زميلنا محمود خليل. طيب محمود حاليا حضرتك سبيكر، إذا فيك بس تقيم الميوت وإذا فيك تفتح الكاميرا وخلينا نسمع المداخلة منك. شكرا كثير عدي، عم تسمعني؟ أنا عم بسمعك محمود، أهلا وسهلا. منيح، شكرا كثير عدي ومساء الخير لكل الموجودين. مثل ما ذكر عدي أنا محمود خليل، مدير برنامج تشيفنينج لسوريا. تشيفنينج هو برنامج الحكومة البريطانية لدعم الطلاب لدعم الطلاب الدوليين ليدرسوا ماجستير ببريطانيا. اليوم تشيفنينج مع شركاء الرابطة السورية للتنمية جسور ومؤسسة سعيد دعموا هالمؤتمر كجزء من برنامج تشيفنينج لدعم الخريجين مثل ما قال عدي. لهيك نحن فخورين بعدي، فخورين بكل المتحدثين وخصوصا الأشخاص اللي هن خريجين من منحة تشيفنينج. مثل ما قال عدي، هدف المؤتمر اليوم هو دعم السوريين والسوريات داخل سوريا وخارجها ليكملوا تعليمهم الجامعي ويقدروا يدخلوا سوق العمل. انا بتطلع كثير للمتحدثين البارزين اليوم وبكره اللي راح يحكوا عن دور السوريين سواء داخل سوريا وبالمهجر لدعم التعليم والتنميه الاقتصاديه. كمان راح نسمع قصص نجاح بارزه من اشخاص سوريين حول العالم. بتمنى هالنقاشات رح تكون ملهمة لإلنا، ملهمة لكل الحاضرين. شكرا كثير عدي، وكمان أكيد شكرا لجميع المتطوعين اللي من دونهم ما قدرنا نحن اليوم يكون هذا المؤتمر تقريبا أخذ شغل تقريبا شي 3 شهور بشكل متواصل، صرنا عم نخطط له من أكثر من سنة. فاليوم كثير شيء مهم انه نشوفه موجود على الارض. شكرا كثير عدي. محمود شكرا كثير لك، شكرا لتشيفنينج مره ثانيه لدعمنا لننظم المؤتمر. طيب انا رح اعمل شير سكرين مره ثانيه وبشكل سريع قبل ما نبلش مع البانل الرئيسيه اليوم رح امرق بشكل سريع على جدول سير المؤتمر. بدايه حيكون عندنا البانل الرئيسيه، عنا رانيا سكر مؤسسة جسور، وهاني جسري خبير بمؤسسة سعيد للتنمية، وسارة درايدن بيترسون بروفيسورة بجامعة هارفارد. ومن ثم حناخد استراحة مدتها 10 دقائق، من ثم حيكون عنا 2 بانلز مفروض الجميع يختار إحداها. عنا البانل الأولى للطلاب السوريين يلي حابين يكملوا تعليمهم، عنا زميلنا إيهاب بدوي من تجمع الشباب السوري، مدير ومؤسس تجمع الشباب السوري، دكتور فادي الشلبي مدير ومؤسس نيوفرسيتي، وزميلنا بشر ضياني اللي هو منسق مشروع بديلية بجامعة كينغز، وعندنا زميلتنا مروة سخلي حتيسر هاي الفقرة. مروة هي منتورينج بروجرام مانجر أو مسؤولة مشروع الإرشادي بالرابط. عندنا اللجنة الثانية حتكون دور السوريين بالمهجر بدعم التعليم، يلي هاي اللجنة بتستهدف الأشخاص اللي بالمهجر يلي حابين يفكروا كيف ممكن ندعم التعليم وتعليم السوريين. معنا زميلنا جورج بطح اللي هو مؤسس شريك ومدير تنفيذي لسيريان يوث امباورمنت او تمكين الشباب السوري. معنا محمود رمضان مؤسس تحالف شبكه الشتات بالمهجر السيريان
Diaspora Alliance أو Coalition، عفوا الدياسبرا كواليشن. عندنا أيضا زميلتنا ليليان، ليليان هي مؤسسة سوريون في الخارج، وحيسر هاي الفقرة زميلنا عامر العبسي اللي هو مؤسس شريك ومدير مشاريع الرابطة، ومن ثم حنتعرف على قصص نجاح ونتعلم من قصص نجاح سوريين بسوريا وبدول الجوار، وحنختم الكونفرنس بجلسة تعارف Networking Events. أتمنى الجميع يضل معنا للنهاية، حنتوزع كلنا حسب المكان الجغرافي نتعرف على بعض أكثر ونسلم على بعض أكثر. هذا بالنسبة لليوم الأول، وبتمنى كمان الجميع ما ينسى أنه عنا يوم غد، بكرة أيضاً عنا كونفرنس حيركز على سوق العمل، وعنا لجنتين فيهم أشخاص بارزين خبراء على نطاق عالمي حيساعدونا نعرف كيف ممكن نزيد فرصنا بالدخول لسوق العمل، وكيف ممكن أيضاً شو دورنا كسوريين بالمهجر بدعم التنمية الاقتصادية للسوريين بسوريا ودول الجوار. فهذا بالنسبة ليوم غد. قبل ما نبلش مع البانل الرئيسية، بس حابب أقول أنه هذا الكونفرنس خلينا كلنا نحاول ونتأكد أنه هو مساحة آمنة، مساحة لتقربنا من بعض، ما مساحة لتبعدنا عن بعض.